أن تتم عامها 17 قررت فتاة مصرية أن تخوض أقوى تحد في العالم لتتسلق قمة إيفرست. هي فريدة الشقاوي التي تسعى حالياً لتسجيل إنجازها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. فريدة الشقاوي من ناشئات النادي الأهلي في كرة السلة، لكنها لم تستمر في ممارسة اللعبة وبدأت تسير خلف مغامراتها، والتي بدأت بتحد صعب لتصبح أصغر فتاة مصرية تتسلق قاعدة جبل إيفرست. تم اختيارها ضمن مجموعة فتيات بعد تخطي العديد من التدريبات الرياضية والنفسية استعداداً للمغامرة، ومع بداية الرحلة عانت الكثير أثناء التسلق وتعرضت للعديد من المشاعر ما بين الخوف والحزن والاحتياج لأسرتها، إلا أنها تحملت كل هذا من أجل الوصول لهدفها. بعد مرور 9 أيام وصلت فريدة لهدفها مع 14 فتاة من جنسيات مختلفة إلى قاعدة جبل إيفرست. بعد معاناة كبيرة أثناء التسلق بكت عندما وصلت ورفعت علم مصر. مشاعر عديدة ومختلطة عاشتها فريدة الشقاوي منذ انطلاقة رحلتها وحتى تحقيق هدفها، وما زالت تأمل في مواصلة مشوارها وأحلامها في تسلق أعلى قمم جبال العالم. يعني زي ما التقرير كده كان بيتكلم من ناشئات الأهلي لتسلق جبال، لفكرة إن مفيش حاجة مستحيلة ومفيش حاجة صعبة. يعني لو أنت في دماغك أو عندك حلم روح حققه، إيه المشكلة؟ حتى لو جربت وفشلت بقى أتليست إن أنت جربت. على كل حال هنفهم إيه النقلة دي من يعني باسكت لتسلق جبال وبشكل كمان احترافي. خلينا نرحب بضيفتنا العزيزة جدا فريدة الشرقاوي، زي ما بيتقال عليها أصغر متسلقة جبال. صباح الخير عليك يا فريدة. صباح الفل. نورانا يا فريدة. ويا قلبك يا فريدة. يعني حاجة صعبة مش أي حد يقدر يعملها. الحقيقة قبل ما أعرف بقى منك، يعني سواء بقى فكرة النقلة فعلا من الباسكت لتسلق الجبال، بتفاصيل فكرة تسلق الجبال، أنا عايز أعرف الوالد والوالدة وضعهم إيه في بنتهم اللي طلعت تتسلق الجبال؟ يعني ما كانش ليهم أي تحفظات، ما كانش عندهم تخوفات؟ دي بالنسبة لي كانت يعني زي ما بيقولوا ليفل الوحش قبل أي حاجة. احنا قعدنا فترة كبيرة قوي عقبال ما استوعبنا، يعني أنا نفسي قعدت شوية عشان استوعب إن احنا فعلا خلاص بنعمل ده، وقعدنا حوالي سنة بنتمرن. ففكرة بقى إن احنا نصدق إن أنا خلاص هطلع، فاحنا محتاجين نتمرن، فمحتاج أنزل النادي وأروح الجيم وأخلص الجيم من النادي على طول وأطلع أتمرن في كل ده كوم. كل هو الجيم بكل ده كوم، لكن في كوم تاني، فكرة إن بنتنا بتتسلق جبال، يعني مش محتاجة، يعني خدت مننا وقت كبير. وطبعا كان عندهم تحفظات انه يا بنتي طب ما انت ممكن تعملي حاجات كتير، ما حبكتش يعني صحيح. الحاجة اللي تحط يعني بشكل او باخر حياتك في خطر يعني طبعا. فقعدنا كتير قوي عقبال ما رضيوا، وعقبال ما اتأكدوا ان الموضوع يعني ممكن يكون الحتة السيفتي، او يتأكدوا ان طب لو جرالك كذا، طب هل في شبكة، طب هنعرف نكلمك، طب بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بالظبط مع مين، يعني القصة دي كلها، طب لو حصل حاجة ايه الاجراءات اللي بتحصل، طب امتى بناخد بالنا ان في مشكلة، او طب هو ايه بقى اصلا الخطر يعني العلمي مثلا في طلوعك حاجة زي كده. فقعدنا شوية لحد بقى ما أقنعتهم، وحد بقى ما يعني قعدنا اتأكدنا بقى من الحتة بتاعت ان انا اكون الامان، يعني الامان بالظبط، هي دي كانت اكتر حاجة هما كونسيرن فيه طبعا. لكن غير كده هما الصراحة يعني بعد بقى ما بدأوا يقتنعوا كده كانوا مبسوطين قوي، عشان وكانوا سبورتيف قوي يعني. بس لا يا لهوي، قعدنا مثلا بتاع 3 شهور عشان يوافقوا حاجة كده. اشرحي للناس بس فكرة النقلة، يعني دلوقتي فكرة تسلق الجبال مش باشن عند الناس كلها، يعني نادرا لما تلاقي حد قاعد كده يقول انا عايز اتسلق جبال، عارف ما بتجيش يعني. فايه اللي خلى ده يجي في دماغك اصلا وانت لسه صغيره؟ اعتقد ان ده ظهر لما طلعت جبل موسى، او يقال عليه جبل سانت كاترينا اللي موجود هنا في مصر في سيناء. فكره يعني كان بالنسبه لي بقى، كنت صغيره يعني 15 تقريبا سنه، 15 سنه 16 سنه. ففكره ان انا بقى اتعب قوي واحس ان انا في نص الطريق مش قادره، بس احنا محتاجين نلحق عشان نشوف الشروق من فوق الجبل. فكره ان انا اتعب قوي علشان خاطر رياضه في حاجه انا بحبها،
وانا طالعه مستمتعه حتى على قد ما انا تعبانه على قد ما انا مستمتعه عشان في الآخر الهدف بتاعك صح؟ في الاخر في هدف في الاخر في ريورد وهو مثلا الفيو اللي هنشوفه مثلا من فوق. فمن هنا بدات بقى الجبال وحسيت لا انا عايزه من ده تاني. النوع ده من الامور بينتج عنه ادرينالين وبينتج عنه احساس بالنشوه مثلا يعني انت برضو عرفينا اهو على الشاشه اهو واضح ان هنا بعد ما وصلت صح للخطوه اهو يعني الكلام ده حقيقي فعلا ادرينالين من هنا لبكره الصبح الحقيقه. يعني دي اكتر حاجه ويمكن دي الحقيقة يعني انا اعتقد ان تسلق الجبال مش بس محتاج مجهود يعني جسماني وعضلي او عضلي او كده بالعكس اعتقد ان من اكتر الحاجات اللي تعبت انا فيها شخصيا والجروب اللي كان معايا كله تعب فيه الموضوع النفسي ويعني والضغط الذهني كمان مش صغير. هو محتاج ان انت تقنع نفسك ان انت هتبقى كويس وهتكمل وتعبان دلوقتي بس معلش هنزق شويه. ساعات بيبقى الجسم قادر طبعا. يكمل بس انت ذهنيا ونفسيا حاسس انك خلاص ما بقتش قادر او العكس مثلا او انك تفضل مصر انك تكمل وتحط حياتك في خطر مع ان خلاص جسمك مش قادر يتحمل اكتر من كده وده بقى نقطه الخطر بقى اللي تقدر بسبب العنده او بسبب انك تفتكر انك قادر تكمل يعني هي حته كريتيكال قوي. فحتى احنا كنا جهزنا في الحته دي بالذات اللي هو اقعدوا اتفرجوا شوفوا الناس كانت بتعمل ايه اتعلموا اكتر وكده. فالحته دي صراحه يعني نقطة فيصلية يعني هي هتنقذك يا ممكن تعمل لك مشاكل جامدة. بس انتوا عاداتكم يعني مش قليل احنا شفنا فيه كتير بيحبوا الرياضة دي في كتير بيحبوا والبنات قد ايه بقى يعني قولي لنا كسن لا عدد الناس احنا كنا الجروب اللي طلعت معاه احنا كنا 14 ست من 11 دولة مختلفة وكان يعني كلنا كنا طالعين بهدف واحد الحمد لله يعني ال 14 ست عرفوا يطلعوا يمكن الاصابات كلها ظهرت في النزول مش في الطلوع. طب وجمعتوا بعض يعني انتوا يعني طبعا واضح ان الجنسيات مختلفه فانتوا يعني عملتوا ده تحت مظله كيان معين جروب معين كنتوا مشكلينه؟ في جروب على الفيسبوك اسمه سيرفايفنج حجاب الجروب ده اكبر جروب يعني سيدات فقط في العالم موجود على فيسبوك ومحجبات تحديدا ده عملنا بارتنرشيب عملوا بارتنرشيب مع فيسبوك مع شركة فيسبوك اسمها فيسبوك كوميونيتي ليدرشيب بروجرام. ففيسبوك قررت ان هي هتفند الجروب بان هو يعمل كذا بروجكت عشان يوصل فكرة ان الحجاب مش عائق في الرياضة وانه بالظبط وانه كواحده محجبه من حقوقها انها مثلا في بلاد تانية بلجيكا مثلا بتمنع البنات المحجبات انها تكمل تعليم عالي في الجامعه ما ينفعش استنى ودوني بلجيكا ودوني حل القصه دي انا اول مره اسمع الموضوع ده معقول الموضوع ده محزن وموجود قانون ممنوع ده غريبه جدا دي فكان مهم قوي ان الرساله توصل بشكل عالمي انه مش معنى ان واحده اختارت انها تتحجب بالزبط. انه عائق في اي حاجه والرساله من كيان زي الفيسبوك كمان بالظبط برضه حاجه مهمه وكان السبونسر الثاني برضه اللي كان يعني مؤيد قوي الفكره وكانوا معانا هم اللي لبسونا بقى الطرحه اللي كنا نطلع بيها شركه نايكي حلو فهم أيوة ادوا شفت ليهم اعلان اصلا كانوا عملوا كامبين كبيره قوي الصراحه كانت حلوه فاحنا عملوا بقى الانونسمنت على الجروب عليها دلوقتي حوالي داخله على المليون بنت ما شاء الله فجمعنا بعض بقى من الجروب ده فاحنا حتى كنا في مننا مسلمات ومش مسلمات وكان معنا محجبات ومش محجبات كلنا كنا طالعين بنفس الهدف كنا مركزين فيه ان هو حته التضامن او الانكلوسيفيتي بتاعت يعني المفروض البنت عندك كوز معين عندك يعني بالظبط ودي اعتقد هي دي بالظبط اللي كنا كلنا يعني ده اللي هي الليل بتاع او يعني الموتيف ما تفرق لنا الشغف بالظبط ده اللي خلانا كلنا نتجمع في مكان واحد وكل ما كنا نتعب نحس ان احنا عايزين نكمل عشان خاطر السبب ده فكانت صراحه نقطه مهمه قوي وكنا محتاجه توصل عالميا فعشان كده كانت احسن حاجه حصلت ان احنا كنا جايه من شابات كمان يعني حلو جدا كمان ان المراه لو هي بتدافع عن قضيه هي اللي تدافع عن قضيتها بنفسها احنا كان من في دايفرسيتي يعني احنا كان معانا امهات كان معانا ايه رايك فيها؟ سلميني كريم انجليزي كوجك للترجمه سلميني انجليزي اسلمك عربي دايفرسيتي تنوع عندك ايه تاني يا استاذه حلو كمان فكره كمان يعني انت قلتي يعني في مجمل اجابتك على الاسئله اللي فاتت فكره ان عناصر الامان بتكون متحققه بس هل ده بالضروره معناه ان انت ما تعرضتيش لاي مخاطر سواء في تسلق ايفرست تحديدا او عموما في السنه اللي انت قعدتي تتمرني عليها؟
في التمرين ما كانش في اي حاجه يعني خطر بتحصل. التمرين كان عباره عن ان احنا محتاج مثلا نجري تمرين بدني، كل واحد يشتغل على عضلات جسمه كويس. لا انا بتكلم في جزئيه التسلق تحديدا. جزئيه التسلق طبعا هو كده كده موجود. انا حصل لي يعني جالي هو اصلا في مرض على الجبل، هو ده بالظبط اللي بيعمل المشكله. هو مش حاجه اسمها altitude sickness، ده اللي هو كل ما بترتفع او بتبعد عن سطح البحر الاكسجين بيقل. وهنا مش بيحصل مشكله تنفس بس، بيحصل ان الاورجنز اللي جوه الجسم مش وصل لها اكسجين كفايه، فمش بتعرف تفانكشن كويس. فبيحصل سايد افكتس بقى، زي ان احنا مثلا الوش بيتنفخ، انا وشي اتنفخ وازرق وبعد كده اتحرقت من التلج. منها ان انت بتحس بدوخه، تحس انك محتاج ترجع. طب انت محتاجه يعني ناقصك ايه تاني عشان ترجعي تلعبي باسكت يا ست الكل؟ يعني الدنيا في اللذيذ وملعبك وزمايلك وكده. مش عارفه، حسيت هو الشغف برضه. هي دي بالظبط. يعني هو الشغف كده دايما. فالاتيتود سيكنس ده جالي في اليوم الثالث، احنا عندنا 14 يوم. اوه. ومع كده في اليوم السادس رجلي اتجمدت بسبب حاجه، ده كان خطا، قرار خطا انا خدته يعني. كان يعني مش صح ان احنا لما احنا حوالي 9 ساعات هايكنج كل يوم. فرجعت واصريت ان انا انام ساعه، مع كده نقوم نتعشى ونخش ننام. وهم يعني كل جايدنس الصراحه قالوا لي لا ما ينفعش، ومنال الليدر بتاعت التريب ما ينفعش يا فريده مش صح. اقول لهم بجد مش قادره يعني صدقوني هي ساعه. طب النوم غلط ليه؟ مش صح، لان ده بيبقى التوقيت ما بين لما الشمس بتغرب، فده عاده التوقيت اللي درجه الحراره بتتهبط فيه بقى نيجاتيف 17 نيجاتيف كده بقى، فمش صح. اوريدي واحنا نايمين درجه حرارتنا بتختلف فاثر يعني. بالظبط. بتقول لك رجلها اتجمدت ومناخيرها وقعت. ده بقى علشان انا دخلت انام بالشراب. شراب احنا 9 ساعات هايكنج، فشرابي انا رجلي عرقانه. فالميه بتاعت العرق دي لما نزلت، لما يعني دخلت في السليبنج باج انام، درجه الحراره اتهبطت، رجلي اتجمدت. ده انت الحمد لله على السلامه. الحمد لله يعني. ويعني فالحته بتاعت الخطر اللي موجود هو كده كده الخطر يعني ما كانش. ربنا يبعد عنك كل خطر يا رب ويسلم لك طريقك، وان شاء الله يعني نرجع نلتقي معاكي بعد ما تكوني بقى سجلتي ارقام قياسيه في موسوعه الارقام القياسيه الفتره اللي جايه ان شاء الله. ميرسي. شكرا بجد. مبسوطين ان انت كنت معانا يا فريده، بجد النماذج الجميله والناس يعني تديكي كده بوزيتيف انرجي، لان كمان انت عندك حته حلوه قوي الاصرار. انا عندي لما قلتي انا بفضل اسعى لغايه لما الفيو اوصل له علشان هو ده اللي انا الهدف بتاعي، فيعني دي اكيد في شخصيتك كمان يعني هي فرقت في حياتي طبعا يعني بالزبط. لو كنت انا قبل كده حاسه بده ببرسنتج معينه، فطبعا بعد ما نزلت من هتلاقي خلاص انت قراراتك بعد كده في حياتك مختلفه، بتحبي حاجه فيها تشالنج، لما بتحطي حاجه في دماغك هتحصل. برافو عليك، نورتينا يا فريده. شكرا.